ايضا من اللاعبين اصغر لاعب في الدوره اللي شارك في البطوله هو اللاعب احمد راضي 17 سنه، واللي هو ايضا في منتخب الشباب، واللي احرز على لقب هداف النيبال في كاتماندو، سجل 8 اهداف. لعبت انت احمد؟ نعم صار مع الفريق النيبالي. مع الفريق النيبالي؟ نعم، والفريق الكويت. والفريق الكويت اللعبه الاولى. شنو الفرق بين لعبات فرق الشباب والمنتخبات الوطنيه؟ طبعا صار وين المنتخب الوطني ينقصني بس الخبره يعني. الخبره. وانت هسه راح تروح الى منتخب الشباب ايضا، راح لعبون في تايلاند في 18. انت ايضا لازم تحافظ على دروسك وعلى اللعبه. ان شاء الله.